بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الفيديو ده هنحل فيه قواعد الوحدة العشرة من كتاب جيمني. الجزئية اللي هنبدأ بيها دلوقتي هي جزئية تشيك بوينت، عشان بيكون فيها شوية أسئلة محترمة كده برضه عايزين نتعرض لها. أول سؤال بيقول لك I asked her if use the new camera. أنا عايز أقول لك بس بداية كده عشان يبقى زي السلام عليكم متفقين عليها. لو الجملة جملة سؤال وبدأت بكلمة if أو كلمة whether أو أداة الاستفهام، فلازم بعدهم نجيب الفاعل وبعدين الفعل المساعد، بشرط ان الفعل المساعد ما يكونش من عيله دو. كلام خلصان، تعال نبدا نحل. انت بتقول لي هنا اسكت هير اف، انا بعد اف عايز فاعل، وبالتالي اول واحده دي هتكون خطا. امسك القلم بس كده الاول. اول واحده دي كان اي دي هتبقى خطا. طب ليه خطا؟ لانه بدا بفعل مساعد، وكذلك دي برده هتبقى خطا. حلو كده، تمام. طيب انت بتقول اي اسكت هير اف اي يوز ذا نيو كاميرا، انت بتقول لها ممكن لو سمحتي استخدم الكاميرا من فضلك، هتقول لها كان اي او كود اي يوز كاميرا، وبالتالي لما نطلعها بره الاقواس هنستخدم، هنبدا بمين؟ باي كود. طيب الجمله الثانيه، فاروق عثمان واي هي واز ليت. واي دي يعني دي جمله سؤال مباشره، فانت المفروض تقول لي فاروق سال عثمان، وسال يعني اسكت. وعايزك تاخد بالك من حته ان اسكت دي معناها سال، واكوايرد ووندرد ووندد ممكن نستخدمهم بنفس المعنى، ولكن الناس دي مش عايزه بعدها مفعول. كان ممكن اقول لك فاروق ووندرد واي وتكمل، فاروق wanted to know why وتكمل من غير مفعول. He asked me if I a nice time on my previous holiday. هو سألني إذا ما كنت قضيت يعني أو استمتعت، وبالتالي هتقول had had. وعايز ألفت انتباه سيادتك إنه ما دام قال لك the previous holiday دي معناها كانت last holiday، فطلعناها بره الأقواس حولناها the previous holiday ونحول الماضي بسيط لماضي تام. وعايزك تاخد بال برضه سيادتك إن هو الجملة لو ما فيهاش had had كنت هتستخدم had بدلا منها. الجملة الرابعة، نادية asked me where spend my next weekend. طبعا نفس القصة اللي قلت لك عليها، where دي أداة استفهام، فحضرتك عايز تبدأ الجملة بفاعل فاي دي تنفع، هنا ما تنفعش دي عشان بادئة بويل. باقي معاك I would و I had. أنت بتقول لي next week يعني الأجازة دي إن شاء الله الأسبوع المقبل يعني مستقبل، ما ينفعش تستخدم ماضي تام، وبالتالي هتقول I would. أحمد asked me how much money earned the week before. The week before دي معناها ان كان في ظرف وتحول، والظرف اللي كان موجود في الجمله كان last week. last week كان معاها ماضي بسيط، وبالتالي هنطلعه بره الاقواس يبقى ماضي تام، وعشان كده هنقول حاجه فيها هاد، فدي صح ودي صح. ولكن انت جايب لي هنا جمله سؤال، جمله سؤال يعني معنى كده ان عايز how much money وبعدين فاعل وبعدين فعل مساعد، عشان كده هناخد I had مش had I. تعالى بقى نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده في حل الاسئله الرئيسيه اللي في الكتاب ونشوف الدنيا فيها ايه. بيقول لي صابر اسكت سامح هاو لونج هي امبلويد ات مومن ريستورانت. القصه وما فيها ان الجمله دي ما فيهاش صرف، وبالتالي هنحلها وفقا لاسكت اللي فعل القول زمن ماضي، فانا هستخدم زمن ماضي. از دي ما تنفعش لانها مضارع، هاز بين دي ما تنفعش عشانها مضارع، وود بي دي مستقبل وملهاش علاقه بالموضوع. انت بقول لك صابر سال سامح هو انت اشتغلت قد ايه، عشان كده هنقول هاد بين. مستر ابراهيم اسكت شهد وذر شي experience working with children. مستر ابراهيم سالها قال لها هو انت عندك خبره في التعامل مع الاطفال، علشان كده هنستخدم هاد اللي هو متعلم عليها دي فعلا. ولكن في سؤال هنا يا مستر، مش ليه ما ناخدش was having؟ اصل انت اصلا في السؤال الطبيعي اللي كان جوه الاقواس كان المستر ابراهيم واقف قدامها وبيقول لها do you have، فاحنا حذفنا do وخدنا الماضي من have اللي هو had. الجمله الثالثه بيقول هي asked me the first time I had applied for a job at a hotel. هو سالني أول مرة I had applied، أنا تقدمت يعني للوظيفة. يعني هو بيقول لي هل هذه كانت أول مرة تقدم للوظيفة؟ يعني معنى كده أصلا هو سألني قال لي was it أو is it the first time؟ is تطلع بره تبقى was، عشان كده هناخد if that was. طب ليه ما ناخدش وزر؟ ما if وزر واحد، تمام أنا معاك، بس وزر فين بعدها الفاعل؟ ما فيش فاعل، يبقى ده غلط. طيب that was ما تنفعش لأنه قال لك asked، فأنا محتاج هنا قبل that إنك تقول لي if او انك تستخدم اداه استفهام ويبقى الجمله كده تمام. طب اف ات از ليه ما تنفعش يا مستر؟ لانه هو قال لك اسكت ماضي، فانت محتاج ماضي، فالمفروض كانت تبقى ووز. الجمله الرابعه، ذا مانجر اسكت تامر وذر هي ويلينج تو ورك ات ويك اندز. في الجمله الرابعه بيقول لي ان المدير سال تامر اذا كان هو مرحب للعمل في الشركه. عايزك لما تحس ان انت محتاس في جمله معينه كده تعالى ندخلها تاني الاقواس، وتخيل ان الموقف بيحصل قدامك. المدير بيسال تامر دلوقتي بيقول له ايه؟ Are you willing to work for us؟
يعني هو انت مرحب تشتغل معانا ارضي مضارع، فلما نطلعها بره حضرتك هنطلعها ماضي، وعشان كده هناخد ووز. عشان كده بقول لك ما تفكرش في هات بين. ليه؟ المدير لما يقف معاك وانت في الانترفيو بيقول لك هل انت مرحب بالعمل معنا، ده مضارع. ندخل على الجمله رقم 5. Ola's mother asked her if her son bread from the supermarket. السؤال ده طبعا ان ام علا بتسالها اذا كان بامكانها ان تشتري لها خبزا، وانا لما اقول لك لو سمحت ممكن تشتري لي خبز، انا كده بطلب منك، والطلب والعرض بستخدم فيهم ويل، ده رقم واحد. عشان كده هناخد مين على طول؟ هناخد شي وود جيت. طب سؤال، ليه ما تنفعش دي يا مستر؟ حضرتك لازم بعد اف يكون في فاعل. طب ليه ما تنفعش دي؟ حضرتك لازم بعد اف يكون في فاعل. طب ما هو الفاعل قدامك، هو ليه ما خدتش دي؟ عشان انت في الجمله الاصليه اصلا كانت ويل يو جيت، طلعناها بره، بدل ويل تبقى وود. 6. بيقول لي my boss wanted to know if I a driving license. المدير كان عايز سألني يعني إذا كنت أنا معايا الرخصة ولا لأ، عشان كده هنقول if I had. طب ليه ما ناخدش having يا مستر دي أو دي؟ عشان حضرتك كلمة يمتلك ما ينفعش تيجي في مستمر. ثانيا الجملة في الأقواس كانت do you have a driving license؟ في 7. بيقول لي she wanted to know how I about working in another part of the country. هي أرادت أن تعرف كيف أشعر، كيف سيكون شعوري فيما يتعلق بالعمل خارج البلد، عشان كده هنقول how I would feel اللي هي دي. طب ليه ما ناخدش مثلا الأولانية دي؟ ما هو أنت قلت لي how وبعدها الأي فاعل، فأنت عايز فعل مساعد، عشان wanted to know ماضي ودي مستقبل، دي مضارع ودي مضارع، فما تنفعوش. في الجملة رقم 8، علي asked me how long I working in Cairo. علي سألني كم المدة اللي أنا اشتغلتها في القاهرة، فعشان كده هنقول I had been working. طب ليه ما ناخدش was؟ ما ينفعش نقول was being ing بداية تانية. في الجملة رقم 9، The boss wanted to know whether the applicant married. هو المفروض المدير عايز يعرف إذا كان المتقدم ده متزوج ولا لأ، يعني معنى كده إن هما قاعدين مع بعض. غمض عينيك وتخيل الحوار، المفروض إن المدير بيسأله بيقول له Are you married؟ دي مضارع بسيط تطلع بره تبقى ماضي بسيط، عشان كده هنقول was. طب هو was married دي ماضي بسيط؟ اه طبعا ماضي بسيط مبني المجهول. الجمله رقم 10، بيقول لي هاني was in منصورة for one week. هاني قعد في المنصورة اسبوع. سهام asked him what he there. سهام بتقول له هو انت كنت بتعمل ايه هناك في الماضي يعني، فعشان كده هناخد had been doing. وبعدين قال لك asked، فهاز ما تنفعش واز doing ما تنفعش ولازم ما تنفعش. في الجملة رقم 11، حسن wondered whether the keys بوت ولا ار بوت ولا هاد بين بوت ولا هاد بوت. بالعربي كده لازم تترجم عشان تعرف الراجل ده عايز يقول ايه. بيقول لك حسن تساءل اين المفاتيح وضيعت. فبالبط بوت ما تنفعش لان دي معناها وضع، وار بوت دي معناها توضع، ما تنفعش ار مع wondered، وهاد بوت معناها وضعت، وانت بتقول وضيعت مجهول، عشان كده خدنا دي. سهى مريم وير شي واز جوينج. سهى ايه؟ مريم اين هي كانت ذاهبة؟ اكيد سألت، فعشان كده هنقول اسكد. طب انا عايز اخد وندرد يا مستر، هقول لك وندرد ما بيجيش بعدها مفعول زي مريم دي مثلا. شي اسكد هير كازن وير هي ذا اكسبيرمنت ذا بريفيوس داي. خد بالك ذا بريفيوس داي كانت يسترداي، ويسترداي ماضي بسيط طلعناها بره ماضي تام، عشان كده هنقول had done. جمال asked عمر when his homework. الأستاذ جمال ده سأل عمر أين واجبه، أكيد أين هو أنهى، عشان كده هنقول did. دي بعيد عننا خالص لأن أداة استفهام محتاج بعدها فاعل. طب ما هو ده فاعل تنفع وده فاعل تنفع. طب هنا would ما تنفعش، أنا قدامي دلوقتي هاخد واحدة من الاثنين، يا إما he has finished يا إما he had finished. لو أنت خدت بالك من فعل القول هنا ماضي، في حضرتك هتختار وأنت مغمض he had finished. نيجي الرقم 15، بيقول لك منى asked تامر how often your grandparents. الجملة دي من أقواس، يعني جملة سؤال مباشر، حضرتك محتاج أداة استفهام وبعدين فاعل، سوري أداة استفهام وبعدين فعل مساعد، فما ينفعش ناخد يو ولا ينفع ناخد يو ولا ينفع ناخد يو. إذا الإجابة الوحيدة سبحان الله هي do you visit. هتقول لي سؤال يا مستر، مش أنت لسه حالا في الجملتين اللي فاتوا في 70 جملة اللي فاتوا عمال تقول لي بعد أداة استفهام بناخد فاعل؟ هقول لك تمام. طب ليه ما عملتش كده هنا؟ هقول لك يا فندم في أقواس قدام حضرتك، معنى كده إن الكلام ده كلام مباشر، فحضرتك بتلتزم بالصيغة العادية جدا اللي أنت حافظها، اللي هي أداة استفهام وبعدين فعل مساعد وبعد الفعل المساعد فاعل،
خد بالك من الكلام ده كويس. في 16 he asked me if I reading the book he had lent me the week before. هو سألني إذا كنت أنا خلصت قراءة الكتاب اللي هو سلفهولي، عشان كده هنستخدم الماضي اللي هنا اللي هو had finished. في 17 أسامة asked Shadi whether he him carry the bags. لو حضرتك واخد بالك إن asked زمانها ماضي وما فيش صرف في الجملة، فلازم تختار ماضي وبالتالي هتقول could help. في 18 سامي asked Sarah what she by globalization. سامي سأل سارة ماذا تعني، ماذا تقصدين بكلمة globalization. أكيد طبعا أنت عارف globalization دي اللي هي العولمة. عموما يعني إن سامي سألها ماذا تعني، وبالتالي هنقول what she meant. طب ليه ناخد meant يا مستر؟ عشان فعل القول لزمن الماضي فهناخد دي، ولو غمضنا عينينا ودخلنا الأقواس تاني الأصل المفروض إن هو سأل لها what do you mean، فنحذف do ومين نخليها meant. ولو هي what do you have هنحذف do و have هنخليها had. في رقم 19 سامي asked علي أو علياء where not the precious stone. سامي سأل علياء أين وجدت الحجر الثمين. خد بالك في الجملة دي أنت المفروض أداة استفهام وير، والجملة دي كلام غير مباشر، فأنا هستخدم الترتيب المنطقي الطبيعي اللي هو أداة استفهام فاعل فعل مساعد، وعشان كده هحذف دي وما ينفعش برضو دي. فحضرتك هتحتار تختار يا ترى she had found ولا she finds. ارجع بالذاكرة كده الفعل القول اللي لقيته asked ماضي فما ينفعش المضارع ده، فعشان كده هنقول she had found. نروح بقى الرقم 20 بيقول لي the interviewer asked the professor he had worked at any foreign universities. غمض عينك كده وقول المحاور سأل المستاذ الجامعي إذا كان اشتغل ولا ما اشتغلت، عشان كده هناخد whether. whether أني واحدة يا مستر اللي فيها اتشك اللي هي دي اتش هيثم يعني أقصد. نروح على رقم 21 could you tell me whether this train at the next stop the next station. انت بالعربي بتقول له لو سمحت ممكن تقول لي اذا كان القطار ده بيقف المحطة المقبلة ولا لا، عشان كده هنقول stops. طيب ليه ما ناخدش هذا stop سوري؟ عشان لو خدنا هذا stop حضرتك هيبقى معناها اذا كان القطار ده توقف، فطبعا ده كلام مش منطق. في الجملة رقم 22 بيقول the interviewer asked the critic where the author is. المحاور سأل الناقد أين المؤلف ولد، وبالتالي هنستخدم ماضي اللي هو had grown up. طب ليه ما ناخدش grow up دي؟ هقول لك يا فندم ارجع للأقواس هتلاقي في الجملة بيقول لك الناقد بيسأل المحاور بيسأل الناقد بيقول له where did the author grow up. did ماضي بسيط فيطلع بره تبقى ماضي تام. في 23 أسامة asked me I could tell him about the date of the following meeting. أسامة سألني إذا كان ممكن أقول له على ميعاد الاجتماع ولا لأ، عشان كده هناخد if وكان ممكن whether. The boss asked علي what not to complete the task in 2 hours only. المدير سأل علي ماذا فعل، يبقى what did you do تطلع بره what he had done اللي هي دي. ما تفكرش خالص في دي ولا تفكر خالص في دي، فكر في هي هاز دان وهي هاد دان. طب ليه ما نفكرش في الاثنين اللي انت شطبت لي عليهم دول؟ لان دي جمله سؤال فانت محتاج اداه استفهام فاعل فعل مساعد. 25 I asked him it was true that he had won the first medal. انا سالته اذا كان صحيح انت فزت ولا ما فزتش، عشان كده الاجابه هتبقى وزر اللي فيها 2 اتش زي ما قلت لك. I asked عمر if he talk about his adventure in the forest the year before. انا سالت عمر إذا كان ممكن يحكي لنا يعني عن، فعشان كده هناخد could. The student the teacher if he could explain. الطالب سأل المعلم، شوف انت لما تترجم بتحل لوحدك اوتوماتيك. سأل دي يعني asked. في 28 she asked how old Fatma when she had visited London. هي سألت كم كان عمر فاطمة لما زارت لندن، يبقى how old Fatma was اللي هي دي. طيب ننزل على بعد كده 29
She wondered where I at the moment. هي سألتني أين كنت أعيش في that moment، فيها تلك اللحظة. خد بالك at the moment مضارع مستمر. طب at that moment تبقى ماضي مستمر اللي هي دي was living. طب ليه ما ناخدش had been living يا مستر؟ هقول لك ارجع كده غمض عينك وادخل أقواس. هي سألتها بتقول لها where are you living؟ انت عايشة فين؟ فتطلع بره تبقى where was أو where I أو where she was living. 30 بيقول لك my uncle wanted to know it if، طبعا if عايزة بعدها فاعل، wanted to know ماضي فما ينفعش will لأن ده مش فاعل، وما ينفعش could لأن ده مش فاعل، فحضرتك محتار بين I will ولا I would. لو انت خدت بالك wanted to know ده ماضي عشان كده هنقول I would. 31 she asked me which subject I the following year. The following year يعني السنة المقبلة، يعني معنى كده ان هو كان مستقبل، كان next year، وهو حولها ل the following year. حضرتك زي شاطر هتحول المستقبل ل من ال will ل would، والمضارع المستمر لماضي مستمر. هو في الاختيار اصلا ما ادانيش اي مضارع عشان كده هنستخدم was studying. طب برضو مش فاهم، هقول لك يا عم. الجملة اصلا كانت في الاقواس I am studying، تطلع بره I was studying. في 32 بيقول لي he inquired if، عايزه بعدها فاعل فدي ما تنفعش، ودي I الثلاثه ينفعوا تمام. inquired ماضي فما ينفعش I am وما ينفعش I have، عشان كده هنقول I was على طول. في 33 بيقول لك the boss asked me why the job، I answered because I like، هو المدير سألني لماذا أنا أردت الوظيفة. هو المدير لما أنت وقفت قدامه قال لك why do you want، فنشيل do ونخلي want تبقى wanted. 34 he asked me if that his sister had been ill، هو سألني إذا كنت أنا عرفت إن أخته مريضة. فطبعا if مش عايزة بعدها فعل مساعد أبدا، عايزة بعدها فاعل. خد بالك إن if I have ما تنفعش لأن asked ماضي، if I would ما تنفعش ليه للترجمة، لان انت لو قلت لي I would know هيبقى معنى الجملة هو سألني اذا كنت انا ها اعرف ان اخته مريضة، وده مش منطق. انت بتقول هو سألني اذا كنت انا عرفت. في 35 بيقول لك he wanted to know what of his idea of building a new office، هو اراد ان يعرف what وبعدين فاعل، دي ما تنفعش ودي ما تنفعش، دي ينفع ودي ينفع، wanted ماضي في حضرتك عايز ماضي. أروى asked dream what the evening before، والله what عايزة بعدها فاعل فدي ما تنفعش ودي ما تنفعش لأنها بدأ بهاد، فحضرتك محتار يا شي had done يا شي would do. أنت في الجملة بتقول the evening before اللي هو فات يعني، علشان كده ما ينفعش معاك غير الماضي اللي هو she had done. 37 هاني asked، sorry 37 هاني asked فادي whether، فاعل تنفع يبقى دي ما تنفعش، فاعل فاعل، حلوين هما الثلاثة. طيب حضرتك في الجملة بقول لك to the museum the next day، يعني ده زمنه مستقبل، والمفروض ان هي كانت next day حولها ل the next day، وما دام هو حولها فحضرتك لازم هتحولها وتقول he could go اللي هي دي. وخد بالك he could go دي بتساوي he would go. The teacher inquired we had found the homework easy or not، المدرس تساءل اذا كنا وجدنا الواجب سهل ولا صعب ولا صعب. هنا في الحاله دي ما دام فيها or not فحضرتك ما ينفعش، لا هي فيها or difficult خلاص، يبقى هنا هنستخدم whether، وكان ممكن نستخدم if، لكن لو هي or not فما كانش ينفع غير whether. 39 بيقول لي هالا wondered if go to the park to enjoy ourselves، هالا تسألت إذا كان إحنا ممكن نروح علشان نمتع نفسنا، فعشان كده wondered طبعا ما ينفعش should we وما ينفعش we can وما ينفعش could we، عشان كده هنقول we should. طب ليه ما ينفعوش دول كلهم؟ دي بدأ فعل مساعد وانت عايز فاعل، دي بدأ فعل مساعد وانت عايز فاعل، دي بدأ فاعل بس كان زي مع wondered. في الجملة 40 بيقول لك رامي wanted to know where go to university، رامي كان عايز يعرف أين هشام ذهب أو سيذهب يعني ليتعلم في الجامعة. طبعا هنا وير ما ينفعش فعل مساعد، ما ينفعش فعل مساعد، ده هشام وده هشام هما الاثنين فاعل فينفعوا، wanted ماضي فحضرتك تاخد الماضي.
أحمد wondered what منير at that moment. أحمد تساءل ماذا منير كان يدرس، عشان كده هنقول was studying. خد بالك آسف هام، وبعدين منير ده الفاعل، فأنت عايز فعل مساعد، بس طبعا at that ماضي، فما ينفعش is وما ينفعش will وما ينفعش studied، علشان at the moment دي مستمر. في 42 سامي asked the librarian if فاعل اللي هي دي، طبعا دي غلط وطبعا دي غلط، بس asked ماضي، حضرتك ما ينفعش تاخد بوروز، لازم تاخدها ماضي. The teacher wanted to know who me with my homework. المدرس أراد أن يعرف من ساعدني، يبقى هو had helped me. في 44 بيقول لك I أسامة what I had done before going to the interview. أنا أسامة على اللي أنا عملته قبل ما أروح الاجتماع، يبقى أكيد أخبرته told. سؤال يا مستر، طب ما في أسكت هنا وفي وفي وات، فحضرتك لو ترجمت، بص أنت بتقول أنا، ركز مع القلم كده، أنا أخبرته أسامة بماذا أنا فعلته. عارف لو أي دي مكانها هي، لو الأي دي مكانها هي، كان ممكن تبقى الجملة فيها أسكت، بس هيبقى معنى الجملة إيه بقى لو هي هي؟ كان هيبقى أنا سألته أسامة ماذا هو فعل، لكن دي أنا أخبرته أسامة ماذا أنا فعلت. ولا هتسألني تقول لي ماذا أنا فعلت؟ في 45 I wanted to know how much the car cost. فين the car cost من غير ما تدور ولا تفكر؟ طب ليه وانت واثق؟ لأن how much على تسفهام، وبعدين بنجيب بعدها الفاعل، وبعدين فعل مساعد. الجملة أصلا how much did the car cost، شين تلت did. 46 بيقول لك Could you kindly tell me where the manager، وبعدين الفاعل، وطبعا the manager is اللي هي دي. طب ليه مش was؟ على فكرة الجملة معناها بعربي لو سمحت ممكن حضرتك تعرفني فين المدير، في الجملة مضارع. Do you know what، هل تعرف ماذا، على the plan is for the weekend، طبعا دي غلط. ليه؟ عشان أنا استفهام فاعل فعل مساعد. Is Alice a plan؟ طبعا برضو غلط. Alice a plan for the weekend has؟ طبعا غلط. Alice a plan for the weekend هي دي الإجابة الصحيحة. طب ليه بقى الصحيحة؟ عشان حضرتك قلت لي Alice فهم what، الفاعل Alice a plan for the weekend، والفعل is، يبقى أنت كده ماشي صح. في الجملة رقم 48 بيقول She asked him what doing since he left school. هي سألته قالت له ماذا يفعل منذ غادر الجامعة. خد بالك هاد ما تنفعش لأنك عايز آلة استفهام فاعل، طبعا دي فاعل تنفع، ودي هي هاد بين تنفع، وهي إز ما تنفعش عشان الجملة ماضي. ولكن الجملة يا حبيبي الغالي فيها كلمة فور، فيها سنس، وسنس دي بيكون قبلها مضارع تام، وكان مضارع تام طلع بره بقى ماضي تام، عشان كده هنقول هي هاد بين. الجملة اصلا كانت what have you been doing. طيب ليه ما ناخدش was يا مستر؟ هقول لك تاني برضو ان since بيجي قبلها مضارع تام، وما دام المضارع التام موجود قدامك فتفضل اختاره. في 49 بيقول لي he wanted to know where his laptop. طبعا اسف هام، فانت محتاج فاعل، ما تنفعش دي وما تنفعش دي. يا ترى هنقول he puts ولا he had put؟ والله wanted ماضي، فحضرتك تختار الماضي اللي هي he had put، الماضي مع الماضي. I asked Mr. Khalid how many pounds the day before. The day before دي بتيجي مع الماضي التام، عشان كده هنقول he had earned. 51 أحمد asked me where the day before. أحمد سألني أين اليوم الماضي، طبعا برضو نفس القصة the day before عايزة ماضي التام، عشان كده هنقول I had gone. بس أنا بختار I had gone يا مستر، وأنا فاهم ليه، لأن الجملة أصلا كانت بين الأقواس، كانت مكتوبة where did you go yesterday، طلعت بره did مع الماضي، مع الماضي البسيط، تطلع بره تبقى ماضي تام. امجد اسكت حسام when he his homework. امجد سأل حسام متى هو، طبعا ما ينفعش نقول will عشان اسكت، would تنفع، ما ينفعش نقول has عشان اسكت، وما ينفعش نقول does ما دام ما عادش غير واحده بس، يبقى هي دي الاجابه. The teacher asked Ahmed all the way on foot. المدرس
سأل أحمد طبعا ما ينفعش نقول would، ينفع if وينفع if وينفع if، حلو الكلام. بس asked ماضي هنا، if did he، طبعا did دي أعداء من أعداء الجملة السؤال ما دام هي فعل مساعد. if he came تنفع وهي دي الإجابة الصحيحة. طب ليه ما ينفعش دي؟ ما هو قلت لك do does did ما ينفعوش كفعل مساعد. The teacher asks her where pen، طبعا آسف هام وير، فحضرتك محتاج asks مضارع فهتقول she has بن. طب ليه ما ناخدش دي، ما هي دي مضارع، علشان انت بتقول سألها هي وما ينفعش نقول يو، هو سألها اين انت ولا اين هي. طيب بعد كده الجملة اللي بعد كده بيقول لي I asked نوها او نورا what doing at mine in the kitchen، انا سألتها كانت بتعمل ايه الساعة 9 في المطبخ. طبعا انت هنا what ما ينفعش بعدها had ولا ينفع بعدها has، ينفع نقول she had been وينفع نقول she has been، وهنا asked ماضي فانت هتاخد الماضي اللي هو she had been. الجملة الأخيرة she asked me whether there before، هي سألتني إذا كنت أنا رحت هناك قبل كده، did you go there، فعشان كده هتطلع بره تبقى ماضي تام ونقول I had gone. انتهى الفيديو بسلام الله وأماني، أتمنى أن يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لك، ولو كان في الاختيارات دي حاجة مش مقتنع بيها اكتبها لي تحت عشان اقول لك احنا ليه اخترنا كده. اتمنى يكون حالة الارهاق اللي انا فيها دي مش مؤثرة على فهمك وقلة النشاط دي يعني. قبل ما تمشي ياريت تعمل لايك للفيديو، ياريت تشترك في القناة، ياريت تكتب لي في الكومنتس تحت حاجة انت محتاجها او اي حاجة عبر بيها بحيث ان الفيديو ينتشر اكتر. عرف زمانك على القناة، كل الفيديوهات الموجودة على القناة هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، وكده الوحدة العاشرة موجودة كلها على القناة. نبدأ نشتغل في الوحدة 11. ياريت تستنانا كل خميس في الامتحان الساعة 9، والإجابة بتنزل يوم الجمعة برضو، وبيكون في فيديو تحليل الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.